يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لاحظت أن اسم الله سبحانه وتعالى وهو الحنان، يقول والمنان، يقول لاحظت أن اسم الله سبحانه وتعالى أو اسمي الله سبحانه وتعالى الحنان والمنان قد كررت مطرزة على ثوب الكعبة الشريف، هل ورد فضل في هذين الاسمين بخصوصهما؟ حنان لا، من ليس من أسماء الله الحنان لم يثبت هذا، أما المنان نعم ثبت من أسمائه المنان. نعم. يقول فضيلة ما أظن هذا في أستار الكعبة، إن كانوا موجود لا بد من بيانه والتنبيه عليه، تنبيه المسؤولين عليه، لا بد، ما يسعك إلا تبين هذا للمسؤولين. نعم، علشان يمنعونه. طيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأنا أظن أن أستار الكعبة تحت رقابة وتحت إشراف، ما هي كذا. نعم.